يا أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم عملائنا. نقول لكل الطلاب والطالبات عودا حميدا، أتمنى لكم عام دراسي يكون خفيف وجميل عليكم كلكم. كيف كان أول يوم دراسي يا أمهات؟ ولسه حتستمر جولاتنا اليومية القسم المكتبية، لأنه أتوقع لين آخر الأسبوع لسه في ناس حتقضي ينتظروا الزحمة تخف. هذه أتوقع خطتنا كلنا، بس بالأخير واضح إنه كلنا مخطوطين وما شاء الله يوميا زحمة عندنا قسم المكتبية. أغطي لكم ونأخذ جولة خفيفة كذا للمتوفر عندنا. أول حاجة أبغى أبدأ من قسم الدفاتر، لأنه العروض اللي عاملينها عليها حقيقي جدا رهيبة. أبدأ من الدفاتر العربي، هذا اللي يجيكم شكل الكشكول 100 ورقة، حبتين من المغلي بسعر 5.75 ريال، وحتى مو بالشكل سادة. شوفوا هذه الأشكال الجميلة، صاميم مختلفة ونفس العبوة التوفيرية. كمان أبو 80 بعرض رهيب، يجيكم 3 حبات بالمغلي بسعر 5.75 ريال. كمان لاحظت في كثير استفسارات عن دفاتر المربعات، توفر عندنا كمان بعبوات توفيرية. هذه العبوة تجيكم أبو 100 ورقة، حبتين بسعر 5.75 ريال. وبرضه مو بس وفرنا في الأشكال السادة منها، حتى هذه اللي بالإطارات والرسومات الجميلة. هذه أشكال الدفاتر الكبيرة اللي تجيكم حجمها E4، دفاتر سيك فيها 80 ورقة بسعر 5.75 ريال. الأشكال منها برضه مختلفة. حتى الإنجليزي الكبير كمان واصل عندنا بسعر 5.75 ريال، مقاس E4، يجيكم 100 ورقة. هذه الدفاتر يجيكم حجمها صغير A5 تقريبا، تكون 200 ورقة عربي بسعر 5.75 ريال. أنا مرة عجبتني إنه أشكالها مغلفاتها جميلة، تقدر تستخدمها حتى للمهام اليومية أو لخطط الدراسة واجبات بسعر 5.75 ريال. بعد ما خلصت أغلب أشكال أقلام التحديد اللي عندنا، اليوم برضو وصلت أشكال جديدة مغلفها بسعر 5.75 ريال. هذه الأشكال اللطيفة تجيكم 6 حبات، هذه اللي فازت بالألوان الحلوة والأشكال الأحلى كمان، 6 حبات المغلف بسعر 5.75 ريال. شوف الشكل اللطيف اللي واصلنا اليوم من الزمزميات بسعر 5.75 ريال، مقاسها ممتاز وشكلها ولا ألطف.